بما أنه مضى سنة كاملة على أول مطر نزل في 2022 واليوم إن شاء الله سنة ويوم، بدنا نفوت على دردشي عن هذا الموضوع، كيف بدأ وأين وصلنا والحمد لله رب العالمين. فلذلك هذا الفيديو سيكون شيئا ما مطول، لكنها حقائق نريد أن نبينها. وأكبر دليل هو فضل من الله نزول المطر وتعليقات الإخوة وماذا حصل وكل هذا الشيء، لكن من أين بدأت الحكاية؟ والحمد لله رب العالمين نريد أن نتكلم. فأعتذر للإخوة أصحاب الباقات القصيرة، لا أستطيع أن أختصر كل شيء، لكن الذنوب أهم شيء، تب من الذنوب، أقبل على الله، إلزم الاستغفار وسيغير الله حالك، وبالاستغفار سيقودك الله إلى وجهتك الصحيحة التي يريدها لك. كسلمان الفارسي، نعم، عندما تكون صادق مع الله وتبحث عن الحق سيهديك الله إلى الحق بدون أجندات، بدون هوى، بدون أي شيء. تعبد الله كما يحب ويرضى وليس كما تحب أنت وترضى. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، الحمد لله رب العالمين، يعني طريق الدعوة إلى الله دائما شائكة، ودائما هناك طعن، ودائما هناك من يظن أنه على علم، وأنا لا أدعي العلم الحمد لله رب العالمين، لكني ابتلاني الله وعرفت حقيقة الأمور من مدرسة البلاء، وفضل من الله سميت مدرسة سورة البقرة أنها هي جامعة سورة البقرة. نعم، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني كل الذي عشته في 2015 انتسى، يعني مش انتسى، وكأنه طوية، ده ذكر بهذا الأمر، طوية إلى اليوم المعلوم. أي يوم؟ في بعد رمضان، في رمضان 2022، في آخر أيام رمضان 2022، عندما بدأت الانتهاكات على مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن هذا الأمة تعذب بذنوبها، نحن نعذب بذنوبنا. منين بجيب هذا الحكي؟ لأني أنا كنت أتعذب بذنوبي عندما تبت إلى الله وأقبلت على الله وعبدت الله كما يحب ويراه، فتح الله علي إني ألزم الاستغفار. في 2015 كل القصة موجودة، فلزمت الاستغفار بالليل والنهار، أقبلت على الله بكل ليل نهار أنا مع الله، حتى الله قضى عني دين أكثر من 80,000 دولار وأغير حياتي رأسا على عقب، فبدأنا نعرف الله والحمد لله رب العالمين. كل العمر، يعني انت عم تتكلم لربما على 40 سنة من التيه، وما ان شرعت بستة اشهر هداني الله وبين لي كل شيء وغير احوالي والحمد لله رب العالمين. فهذه الامة مثالها كمثلي، تعذب بذنوبها. نعم، انا كنت اصلي وكنت اصوم ولا اضيع جمعات ولا اضيع فرائض ولا اكذب ولا كل هذا الشيء، يعني بتقدر تقول عني ملتزم، لكن هناك تفلت، لكن هناك سقطات لم أستطيع أن أتخلص منها بشطارتي. فجاء اليوم إني تخلصت منها بفضل الله، بفضل سورة البقرة، بعد ما أقلعت شوط وبينت هذا. سنرجع إحنا على التشكيك الذي والطعن الذي أتى، ولكن التصديق الذي جاء من عند الله جل في علا. عندما كتبت هذه التدوينات وقلت علينا أن نلزم الاستغفار، تذكرت يعني 2015 خلصنا رمضان 2022، قلت إن علينا أن نلزم الاستغفار، هذه أمة تعذب بذنوبها، فعلينا أن نلزم الاستغفار ونتوب من ذنوبنا ونعبد الله كما يحب ويرضى. نعم، ونقلع عن كل ما يعني كونوا كما كنت أنا بال 2015، سيغير الله أحوال هذه الأمة. طيب، الشاهد هنا أنا بدأت قلت نستغفر الله ب30,000 استغفار كما كان بال 2015. سبحان الله، ما إن شرعت بالاستغفار 2022، ما إن شرعت بالاستغفار يمكن يومين ثلاثة أربعة هكذا، وإذا السماء ملبدة. تذكرت 2015، نعم، ما إن كنت أستغفر وإذا السماء ملبدة وأمطر الله السماء بال 2015. فدونت تدوينة على الفيسبوك، أول هاي بشهر 6، نحكي شهر 6 2022، أول تدويني أظن إذا تكون شهر آخر شهر 5، آخر شهر 5 لربما أو أول 6، كتبت تدوينة إن أول عطاء الله المطر.
تعرف انت تتنبأ بالغيب، بس انت عمال تتكلم غيب، انت عمال تنشر كلامك على الفيس، حتى من طعن بكلامي وبدأوا يتكلموا علي. نعم بدأوا يتكلموا علي، بدأوا يطعنوا، من اين لك هذا والكلام كلياته. وانا والله الذي لا اله الا هو لم انظر الى الراصد، ولم يعني يخطر على بالي الراصد، وكتبت هذه التدوينة. الراصد بيعطيك 10 أيام يعطيك الرصد، لكني أنا قلت تكلمت قبل المطر من التدوين 17 يوم، 17-18-19 لا أدري بالضبط، ولكنه ما كان في رصد. عندما اقتربنا إلى أيام الرصد وإذا الرصد يعطي 3 أيام مطر، وكأن الله بيقول لي استمر، لا يقول لي لا يوحي لي، بس عشان في ناس لا تخاف الله تطعن وتقول إنه أبو أحمد وكان ولي. أنا لست ولي ولا شيء، أنا واحد مثلكم، إن أسأت يؤدبني الله على الحال وينزع كل شيء مني، مفهوم؟ فما تقول عني إني أنا لا ولي ولا، وأنا لن أسامح كل إنسان مغرض، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يريد أن يحرف كلامي ويزيد عليه من جيبه، فأنا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لأنه في ناس لا تخاف الله، وبعدين بتصير تقول لماذا الحال لا يتغير، فأنت طعنت وهناك من دعا عليك، فانتبه يا أخي، هذه الدعوة ستصيبك. وإذا أنت يعني المتابع الذي عندي، إذا كنت قد طعنت بشخص آخر وأنت تقول أنا أستغفر، لربما دعوته أصابتك. نكمل إن شاء الله. الشاهد هنا والجميل هنا، بعد التدويني والله كان عندي حقيبة فيها كل الدروس التي كنت أعطيها في المساجد بال2015، فمليح التواريخ مهمة، بال2015 كنت أعطي دروس أنا في المساجد، فالحقيبة مليئة بالدروس والمحاضرات التي كنت أعطيها يوم خميس في المسجد الخلي عندنا في البلد، وفي رمضان كنت أعطي في المسجد القديم في صلاة الفجر لربما 20 درس بعد صلاة الفجر مباشرة بال2015. هذه الشنطة لأني كنت أعمل ترميمات للبيوت عندي لأولادي بدي أعمرهن وخلص لهن، ضاعت مني ما عرفتش وين راحت، لأنه غيرنا البيت وانتقلنا من طابق إلى طابق عشان نساوي ترميمات للأولاد، فغابت عني مدة، ما هو أنا بعد 2015 الله أطفى كل شيء وخلص انتهينا من العبادة الزايدة، وهذا بقينا على ما كنا عليه عشان تفهم. فغابت هاي الحقيبة مني وضاعت 7 سنوات ما وجدتها، انا لم ابحث عنها ولم اجدها، ما يعني ما كنت اشاهدها. الظاهر انتقلت من بيتي الى بيت ابني الذي يعني هو باوج ترميمته. نعم المهم عندما دونت التدوينه واذا ابني بعد 7 سنوات ياتي لي بالحقيبه يقول لي يابا هاي الحقيبه تبعتك، يعني التابعه لك، هاي حقيبتك، وهي حقيبه التي كنت يعني الدروس فيها. فقلت سبحان الله، والله ما مدت يدي، مليئة هذه الحقيبة مليئة من الدروس يعني الكتابات، ما إن مددت يدي وسحبت أول ورقة، أول درس يعني يمكن في عشرات الدروس، وسحبت أول درس وإذا هو ورد الاستغفار 30,000 الذي أنا أتكلم عنه. هل هي صدفة وأم هي الرسائل التي يبعث الله؟ أنا لست ولي، في هناك الناس لا تخاف الله وتطعن يحرف الكلام، فاقرأ رسائل الله، سماء غائمة، الحقيبة غابت 7 سنوات، ثم أتى ابني في هذه الحقيبة وأول درس أخرجه هو ورد 30,000 استغفار. فالحمد لله، فاكتملت الصورة عندي، وكان هذا تأييد رباني استمر. فاستمرنا عندما وصلنا تقريبا بعد 17 يوم من التدوينة، الرصد كان يعطي 3 أيام مطر، فبدأ تعرف كيف الراصد يلعب بالصيف، شهر 6 ما فيش مطر عندنا، مش معتدين إطلاقا يعني ولا مرة. بدأ الراصد يلعب، ساعة يعطي في مطر وساعة لا يعطي مطر. المهم الراصد يعني أنا كنت بدي الشيء للناس، أساس إني دونت التدوينة، أنا قد قطفت ثمار الاستغفار في 2015 كلها،
فالحمد لله رب العالمين. فحبيت انه الناس تعرف ان الله بيعطي وبيغير الحال مجرد انك تتوب من هذا الذنب وتقبل على الله وتعبد الله ولا تشرك به شيئا. وبينت اني لما نسبت فضل كل هذا اللي اعطيته من محاضرات ودروس نسبت فضله اني انا اجتهدت اطفى الله كل شيء. فلربما انت اكبر شيخ واكبر عالم ولك تنسب فضل هذا لاجتهادك فيطفئ الله انوارك ولا تصل رسالتك لاي واحد. وبينت هذا الامر. المهم انه هنا الحمد لله رب العالمين جاء المطر، بدأ المطر وصورت تصوير كان في 13/6 يعني مبارح 13/6/2022 مبارح كان 13/6/2023 ونزل المطر كما نزل نفس الشيء في نفس الموقع صورته سبحان الله. وكان التاريخ والزمان يعيد نفسه ولكن البداية كانت كلها طعن وكلها تكذيب. لكن من صدقني في إلي جروب خاص فيه أصحاب من دول شتى من المغرب من الجزائر من تونس من مصر من الأردن من بلاد شتى يعني هم الذين عندما رأوا المطر وهذا صدقوا وبدأوا يعملوا معي بالاستغفار. لكن من حولي في بلدي هنا جيران حوالي كلها تفكروا بأحمد خرفان يعني يحدث كلام ما أنزل الله به من سلطان وهكذا بدأوا يطعنوا كلهم يطعنوا بدأوا يطعنوا وكلهم يطعنوا ومن يقول له إنهم ما علينا. وأنا عارف حالي أنا أعرف حالي من 2015 أنا عارف إني أعرف حالي أنا عارف حالي لأني أنا لزمت عبدت الله كما يريد وأعطاني كل شيء. فإن الأمي لأن عبدت الله كما يريد لا يعطيها الله كل شيء. والرسائل هذه إنه المطر جاء والدرس هذا جاء وبدأنا نتكلم. ثم هذول الإخوة الذين كانوا معي في جروب بدأوا يستغفروا وبدأوا بعد ربما أسبوعين ثلاثة يبعثوا لهم يبعثوا الصور عندهم إن الله يمطر السماء في المغرب في تونس الجزائر صراحة مش متذكر في اليمن في الأردن في مصر. سأرفق تدوينة من مصر تدوينة إن يوليو شهر يوليو في مطر. وكان هناك فيديو إن وجدته فيديو من تونس فيديو صورة صوت صورة من تونس المطر في شهر 6 أو شهر 7 أظن إنه يعني يوثق كلامي. فبدأ هناك تبدأ تأتي حقائق بدأت تأتي حقائق. هنا كنا أنا كنت لازلت بعدني في الفيسبوك ما كان عندي قناة قناتي جديدة الحمد لله رب العالمين قناتي لربما عمرها 10 أشهر أو أقل فيها 60,000 متابع الحمد لله رب العالمين. في على الفيسبوك لربما كمان تقريبا 20,000 متابع فضل من الله وهي المتابعين الدائمين. ولكن في هناك الفريدون بيصلوا إلى مئات الآلاف الحمد لله رب العالمين. المشاهدات مش مهم المشاهدات ساعات المشاهدات طويلة جدا جدا طوال ساعات المشاهدات أكثر من 500,000 ساعة مشاهدة هذا فضل من الله. وأنا مش شطارة ولا نبتغي فقط رضوان الله. وهذا هو نبين إن الأمة ضايعة بسبب ذنوبها وهي بتأكل الربا وهي بتزنى وهالأغاني والخلط والغيبة والنميمة والسب والشتم والقذف وهكذا. ونظن إن الرئيس هو الذي مانع عن الرزق ولا نعرف أن الله هو الذي حبس الرزق. ونبتغي الرزق عند الناس وعند الرؤساء وعند الملوك وعند الحكام ورزقنا عند الله ورزقكم في السماء وما تعدون وهكذا. نلتفت لغير الله وإذا أردنا شيء نبحث عن كل شيء إلا الله. ويا معاذ اعلم إذا سألت فاسأل الله. وانت ومين تسأل البنك وتسأل الرئيس وتسأل المسؤول الذي حولك وتسأل الناس عن قرض أو دين أو هكذا. يا معاذ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعدت فاستعد بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك فهو مكتوب لك فستأخذه إن رحت على البنك ولا ما رحت. فتتحرر حرام عن الحلال هذا شأنك سيحاسبك الله. وهذا سبب إن الأمة في ذيل الأمم لم تصبر. وأعلم يا معاد إن الأمة لو اجتمعوا لأن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فرفعت الأقلام وجفت الصحف ما عرفنا الله ما قدرنا الله ما عرفنا إن الذنب الذي حال بيننا وبين الرزق الحلال الطيب الكريم ما عرفنا إن الله منعنا الصحة والأرزاق كلها بسبب هذه الذنوب ما عرفنا إن الله قد
جعل هذه الأمة في ذيل الأمم، وقال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكيف نأمر بالمعروف والربا والزنا والأغاني والموسيقى وأفراحنا كلها حرام وكل حرام بحرام، وتريد أن تحرر مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم من شاب صغير، وتظن أنك على جاء والعالم كليات تحت أقدام هيئة الأمم، وتظن أنك أنت تحت العذاب يا أخي، والأمة كلها تحت العذاب كلها، حتى أنه بدأوا يخففوا من الإفتاءات، ما مش عارفين الذنب الذنب الذنب، تبقي من ذنبك أنت الواحد، أنت اللي واقف عقبالي ولا يهمك من شيء، سيتوب الله عليك أنت، كما ضرب الزلزال في مناطق وهدم كل شيء لكن المستغفر لم يصبه شيء، وهناك شهادات كثيرة، والذين كانوا في صحاري سبحان الله، قلت كانوا في صحاري فأمطرهم الله، ولئن ذهبنا إلى صحراء في نفادة وجلسنا مجموعة نستغفر الله لا أمطر الله، صار يقولوا أبو أحمد لبسوني تهمي إن أبو أحمد أينما يذهب، يعني طنبت الأرض تحت أقدامي خضر، ما هذا الكذب علي؟ هذا سيحاسبه الله، وأنا لا أسمح من قال هذا الكلام. نعم أنا لم أقل شيء وأنا لا شيء، وهذا أمر الله ومراد الله، لربما لو جعله في أفغانستان شيخ يكلمك بالأعجمية وتترجم وتقرأ حرف حرف كان فهمت هذا الكلام أفضل، هذا شأنك على كل حال، الأمر أمر الله. فإحنا هنا إن شاء الله رب العالمين صدقنا الله بأننا بدأ يمطر السماء بشمال باليمين بكل مشارق الأرض ومغاربها، بدأ الناس تعمل، بدأ المطر يأتي، ثم هناك بعض الفتوحات التي بدأت للإخوة. نعم نتفاوت نحن في ذنوبنا، نتفاوت في قذفنا وشتمنا وسبنا، نتفاوت في ناس عايشة بسمع مسبحة هكذا، لا ما بتضب لسانها، أقفل لسانك. الرسول عليه السلام مسك لسانه يوما لمعاذ وقال، مسك لسانه وقالوا يا معاذ امسك عليك هذا، قال له يا رسول الله أو نؤخذ بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ وما يكب الناس على وجوهها إلا حصاد ألسنتها، هذا حصاد اللسان الذي سب وشتم وقذف وغيب ونميمة، لأنك لتلقي بالكلمة والله إنها بتهد جبال. هذا الرجل الذي تكلم علي وقال إنما كيف بده يدفع ثمن الدعوة التي دعوتها عليه، لا أستطيع أن أقول سمحه الله، لأنه إنسان طعان لا يخاف الله. عندما يأتي واحد ويطلق زوج من زوجته بكلمة، شفت زوجتك ما واحد هكذا، أو يخرج دعاية، كيف هذا بده يعني كيف بده يخلص من عذاب، من العذاب شتت بيت كامل في كلمة، أو الزاني الذي خرب بيت، كيف بده يخرب بيت إم معها أولاد، ولربما هي ضعيفة استهواها الشيطان واستهواك الشيطان زنيت بها وتشتت هذا البيت، الأولاد صاروا أبناء زانية والأبو لا يعترف بهم، وهكذا شتت كل عشان شهوة خمس دقائق، كيف لك هذا؟ اتق الله، خف الله، وسيحاسبك الله شر حساب، ابعد عن هذا الباب. نعم سورة البقرة ستساعدك في قفلها الثالث، من أن تخلع هذا كله ولا يبقى في رأسك وسواس يوسوس لك يلا زنا 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 أو إباحية، سينتهي هذا. الشاهد هنا إحنا أبحرنا والحمد لله رب العالمين، وبدأ التصديق، بدأ الإخوة يستغفروا الله يفتح عليهم، وتأتي قصصهم وندون قصصهم، وكثر وصرنا يعني مجموعة كبيرة. نعم في 13/6/2022 كان أول مطر، و 13/6/2023 راجع المطر وكان مطر ودونا. ثم يأتي أخ هو معانا من البداية، هو من بئر السبا، جزا الله خير، أنا لا أعيب عليه هذا الشيء، لكنها الذنوب التي لا زالت تجتم على هذه الصدور تحول بينك، كيف أنت بظلك تشكك صلاتي مضبوطة ولا مش مضبوطة، هل وضوئي موجود ولا مش موجود، ما الذي يشكك بهذا؟ مش الشيطان، وهذه هي الذنوب تحول بينك وبين اليقين إنك أنت على خير أو إن استغفارك مقبول. نعم هناك من يقول لي استغفر الله ولا استغفر الله، لا أنا بقول استغفر الله، إذا بدك تقولني استغفر الله أنا ما قلتها هذه، فشايف بفوت على مواضيع ما إلها، سبحان الله، خذ الزبدة وانطلق، اقرأ التعليق وشوف حالك، فلا تعيب على الناس، لربما هناك أعجمي لا يعرف لا ينطق هاي ولا هاي، ويأتي بخير مما تأتي به أنت من عندي ربه جل في علا. فكيف تقول بحضور قلب ليس بحضور قلب، الأعجمي يحضر قلبه أم لا يحضر قلبه، قيس على هذا،
أكثر، أتبع السيئة حسنة تمحوها. عندك جبال كجبال تهامة من السيئات، السيئة بينك وبين الناس، سبيت وشتمت وأكلت حقوق حديث المفلس، والذنب بينك وبين الله، لأن تبت لسامحك الله، لكنه لن يسامحك على السب والشتم والقذف، بدك تدفع ثمنه هذا. فأكثر من الاستغفار عشان يرفع الله الغم عنك، ولا إن كان أكثر لا يرفع الغم عن الأم. وهذا هو، هذا هو بيت القصيد. الحمد لله رب العالمين، طعنوا فينا، طعنوا في ورد الاستغفار، من أين لك لم يثبت، ثبت ولم يثبت. ثم بينا لهم إن بين الفجر والشروق، اجلس مع المسبح وقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، سيطلع 8000 كل يوم 8000، ماذا أعمل؟ وهكذا سيدنا أبو هريرة بينا إنه كان يستغفر اليوم 12000 مرة. بينا إنه ابن تيمية كان إذا استعصت عليه مسألة كان يقول إني أستغفر الله 1000 مرة حتى يعني يفتح الله علي. الخباز مع الإمام أحمد، هل أنت مرائي؟ هل الخباز مع الإمام أحمد الذي كان يستغفر الله كان يسمع الإمام أحمد وهو لا يعرف من هو؟ أستغفر الله أستغفر الله، يعني هو سامعه أساس يقول والله هذا الشيخ والله هذا الخباز بيستغفر. هذا كله من عمل الشيطان، وكل أسئلتك من عمل الشيطان، وكل هذا الشك الذي في قلبك من عمل الشيطان. فهذا الأخ الذي سأل، يعني كانت عندنا رياح وزوبعة هيك، وكأنه من الطبيعي، طبعا احنا لا تمطر عندنا في فلسطين بشهر 6 لا تمطر، وعنده واعترف انه لا تمطر هناك في صحراء النقب، لكنه قال يعني معروف انه يعني اذا رياح وحم وحر وهكذا انه يعني لا تهدأ الا بمطر. كيف بدي أعرف إنه هذا مطر الاستغفار ولا مطر؟ ولا تطعن، يعني أنا أطعن فيه إنه هذا يعني أنا أقول منه من المشككين. لا، إن الشك يأتيك بسبب الشيطان، فأقلع عن هذه الذنوب، أقبل على سورة البقرة. نعم، أقلع من هذه الذنوب، أقبل على سورة البقرة، لأنك لن تهتدي سبيل بدون سورة البقرة. لن تهتدي سبيل، لن تعرف حقيقة الأمور إلا مع سورة البقرة، مع شوط طويل بعيد. نعم. فجاءت تدوينات من القدس نفس اليوم اجت من القدس من جبل المكبر، صور نزلناها. اخ من ام الفهم عندنا في الوسط البلاد من منطقة الخضيرة كمان كذلك بعث، وانا من الشمال، وانت يا اخي من الجنوب. فكل فلسطين لم يكن فيها كلها غبار، كان الغبار عندك هناك اساس انها منطقة صحراوية، لم يكن عندنا غبار، جزاك الله خير. فهيك اتركك من كل الشك وكل وقلة الفهم، مش إلك أنا بحكي على العام، قلة الفهم، هذه الذنوب التي تراكمت على هذه القلوب، هذه القلوب تراكمت عليها الفتن، تعرض القلوب الفتن على القلوب يعودا عود كعود الحصير حتى تصبح سوداء مربادة كالكوز مجخية، يعني الكبال مشقلبي لا تقر معروف، مش فاهم، بشوف المطر ما شو أعطى علاقة. طبيب عندنا هنا عندما بدأ المطر يقول وأنا ما شو إلي حاجة في المطر في الصيف؟ شوف هذا فهمه، طبيب يسأل ما حاجتي في المطر، لا يعرف إن الله حرك السحاب لعبد لا له ما له قيمة، وهو يسأل الله بالليل والنهار إنه يستجيب له دعاء، وقد حرك الله السحاب، الذي حرك السحاب سيستجيب ويحقق وعده الذي في سورة نوح، فاستغفر ربك، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرار يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الحمد لله رب العالمين، أنا لا أدعي شيء ولا أقول شيء، ولكن الله الذي قال وكل شيء بلا دليل فهو مجرد كلام. قلنا سيمطر الله السماء وأمطر الله السماء، وعندما أمطر الله السماء بدأ يقول تغير المناخي. عندما جاء الشتاء قالوا فصل الشتاء في بعرف الجزائر في المغرب بطلت تمطر، بعرف هيك، وعنا قل المطر شح المطر السنة. عندما بدأوا يطعنوا، عندما أراهم، عندما يري الله آيات حسية والناس لا تصدق فيأتي العقاب. فأذان العصر إن شاء الله، أنا هنا سأنهي، لكن هي نحتفل، الله أكبر الله أكبر وعزة الله أكبر لا إله إلا الله، نحتفل على إنه صرنا سنة وكثرنا وصار كثير وصار من الصعب تكذيبنا. نعم صار بطل، ليس لديهم أصحاب الثبت ولم يثبت وأعرف ولم أعرف، ليس عندهم حجج ولا نتحزحزح نحن أن الكتاب والسنة قيد أنملة، فوالله ما جئنا إلا لنقول إن كلام وعد ربنا حق في سورة نوح، وأن اعملوا صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ستحياها، لكنها الذنوب تب من الذنوب، والله إن الله يحبك. ورأينا كيف أن الله لئن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة،
فأمطر الله السماء مباشرة على المستغفرين. اصبروا صبرا جميلا، أكثرتم من الفساد، أكثرتم من الذنوب والسيئات، فاصبروا، اصبروا شوي. الله يريد رجال، مش الناس بتعبد الله عشان يعطيها فلوس ويقضي عنها دين، بده رجال في أمور جاي على الطريق إلى الأمام. ننهي هنا سنة ما شاء الله، وفقنا الله وجعل من كلامنا لنا متابعين، فضل من الله، عاشوا الحياة الحقيقة، حقيقة الاستغفار وحقيقة سورة البقرة وهم بالطريق، وكل يوم يتجلى لهم شيء جديد. الحمد لله رب العالمين على أن أذن لي أن أبلغ آيتين، بالأخص آية الاستغفار وآية سورة البقرة، وننهي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم المقام المحمول الذي وعدته، يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعادين. والسلام عليكم، تعليقاتكم.